قد يرى البعض أن رياضة هوكي العشب أو الهوكي شقيقة غير توأم لرياضة كرة القدم، فهي تتفق في بعض الجوانب لكنها تختلف في كثير من الجوانب الأخرى، فهي رياضة جماعية وتقام على أرضية ملعب مكسوب العشب الطبيعي أو الصناعي، ويزولها فريقان كل منهما يتكون من 11 لاعبا، وكل فريق يسعى لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في مرمى الآخر. رياضة الهوكي عرفت شهرتها في بريطانيا ككرة القدم، ثم انتشرت في الدول التي كانت أعضاء في الإمبراطورية البريطانية. بعدها بدأت تلقى لها محبين ونوادي وبطولات في أكثر من بلد أوروبي مثل إيطاليا التي دخلت فيها رياضة هوكي العشب منذ ثلاثينيات القرن الماضي. L'hockey su prato in Italia nasce in ambito universitario e poi attraverso tanti appassionati si diffonde in tutta Italia. Oggi siamo presenti in 16 regioni su 20 regioni, abbiamo una quarantina di città importanti per l'hockey su prato, abbiamo impianti belli come questo. Sono esattamente 45. Oggi in Italia siamo circa 9.000 praticanti. تشتهر لعبة هوكي العشب بخصائص تتميز بها عن جميع الألعاب الرياضية الجماعية، فهي من أقدم الألعاب، والكرة التي يتناقلها مزاولوها صغيرة الحجم ومصنوعة من البلاستيك القوي. أما وسيلة تناقل الكرة فهي العصا المعقوفة في أسفلها وليس اليد أو القدم، وإن كان مسموحا باستخدام القدم في صد الكرة بواسطة حذاء لاعب خاص يحمي من الإصابة، وتتطلب أن يستخدم حارس المرمى خوذة لحماية الرأس، كما أن المرمى أصغر في المقاييس عموديا وأفقيا. In Italia si lavora molto per incrementare, quindi molto nelle scuole, molto nella promozione. È difficile perché la competizione con gli altri sport, ovviamente tutti fanno questo, il calcio in Italia la fa da padrone, noi, la federazione e le società si impegnano molto. Potete vedere qui molti bambini che giocano, allargare la base è lo scopo principale di tutti gli sport. Iniziano, diciamo che a 6 anni, ma più che fare lo sport iniziano l'approccio allo sport, senza dimenticare che fino a 10-11 anni devono divertirsi, quindi deve essere un gioco, non uno sport. أشهر وأقوى الدول المزاولة للهوكي الهند وباكستان على مر التاريخ، ولطالما تبادلت الدولتان التربع على قمة اللعبة عالميا وأولمبيا، إلى أن نجحت ألمانيا ثم بريطانيا في اختراق سيادة الدولتين منذ اقتناص ألمانيا بطولة العالم عام 72 من القرن الماضي، ولئن لم تتوفق إيطاليا حتى الآن في الوصول إلى الأولمبياد في هذه الرياضة، فإن الهيئات المختصة تعمل جاهدة من خلال تكوين جيل جديد من اللاعبين والمدربين لتخطي العقبات التي تحول دون انتشارها في الأوساط الشعبية. Non sono mai stato forzato nella scelta degli sport, li ho praticati quasi tutti, quelli più famosi come il nuoto, comunque il calcio, pallavolo, basket, senza mai però andare a livello agonistico. Io ero abbastanza capace da bambino nello sport, comunque se ti riesce qualcosa è divertente, quindi a me mi piaceva questo sport e fin da subito comunque ho messo tutto il mio impegno nell'allenamento. Noi abbiamo proprio l'incarico molto oneroso di far sì che questa disciplina, l'hockey su prato, venga apprezzato per quello che è uno sport olimpico di grande tradizione, di grande bellezza, di grande pubblico di appassionati, e allo scopo abbiamo fondato quest'anno l'Accademia Nazionale di Hockey. تعمل إيطاليا منذ سنوات كغيرها من الدول الأوروبية الأخرى ومن خلال البطولات المحلية ومحاولة التميز وكسب الألقاب في البطولات العالمية أن ترفع من شعبية هذه اللعبة في أوساط الشباب وخصوصا لدى صغار السن، كي تفتك لها موقعا ضمن الرياضات الشعبية الأخرى المنتشرة في كل أرجاء المدن والقرى الإيطالية.
كل لعبة رياضية لها فوائدها لجسم وعقل من يمارسها، وهوكي العشب لا تمثل استثناء، بل تختلف في مدى شعبيتها مقارنة ببقية الرياضات الشهيرة الأخرى بسبب عدم توفر أدوات ممارستها. نلاحظ ذلك في عديد من الدول العربية ودول العالم الثالث. بالقاسم بكار لتلفزيون دولة الكويت، برنامج بانوراما، روما. كل لعبة رياضية لها فوائدها لجسم وعقل من يمارسها، وهوكي العشب ليست استثناء، بل تختلف في مدى شعبيتها مقارنة ببقية الرياضات الشهيرة الأخرى بسبب عدم توفر أدوات ممارستها. نلاحظ ذلك في بعض الدول العربية وبقية دول العالم الثالث. بالقاسم بكار لتلفزيون دولة الكويت، برنامج العالم هذا الصباح، روما. كل لعبة رياضية لها فوائدها لجسم وعقل من يمارسها، وهوكي العشب ليست استثناء، لكنها تختلف في مدى شعبيتها مقارنة ببقية الرياضات الشهيرة الأخرى بسبب عدم توفر أدوات ممارستها. نلاحظ ذلك في عديد من الدول العربية ودول العالم الثالث. بالقاسم بكار لتلفزيون دولة الكويت، برنامج مراسلون روما.